يعني بلاس ممبرين وليا مشان وفاست بالا بعد مشان وفاست بالا بعد مشان حكوا سنة إن فاست بالا بعد ما كان حد إيفولوشن كي وضعي أو حانتي ولا سوداي أو حانتي قيبه إذا كلا قد سنة يلاي ريسك يلاي ده هو انكسر هذا الناي إن مرك إن أو حانتي لسوداي لابد أن مدد أي نقطة سنة أو حانتي لسوداي إن أي إسبام لكولانتو إما أما إن إسبام أو حانتي لسوداي إيوه سو لابد أن مدد أي نقطة سنة مرك وحنكو بلاوينا أو حانتي لسوداي إن إسبام وويس مرك ما أنتوا حكوا جرنا كسارة يعني حكوا جرنا أو حانتي لسود داي واحد إسبان ما عمله كل من مرك هرا وح أوصل شيء جناي أو حانتي لسود داي إيفولوشن مرك أول عقديم مرك إيفولوشن كده عقديم لبعتني أفرس عقده هلا هذي أو حانتي إسبان من كل موسي أو حانتي وح كل عايم ديجنريت أي كل عايم أو حانتي وح يسكون بدل إسان عدد أي يسكون بدل إسان مرك عن عدد صار حين وح أدين شيء جاي إن عدد ووسق ذا كي معدو إن مين كجودي يسكي معدو نيوترنتي جي وح أو حانتي ديار سنة إذا أو ديار سنة إن إسبان من كلنتو أي إسبان موين يسون ديجنريت أو كل عايم مرك وسق ذا صار إذا وح صوب حين as menstrual ay aad ahaan ay u soo baxayaan marka in hadaan macluumaad dheeraad ah uga baahato in menstrualkii hormoniska iyo organiska ay qaadanayo in darsiyeen hore ayaan ugu soo sharaxay fadlan general ku kulaabo macluumaad dheeraad hadda u baahato meesha ayaa ka sii helaysa maraba maadaama time-ku nagu yar yahay madonaa in aan time kale ku sii lumiyo marka caawa habeenada kale ama maanta maalmaha kale way ka duwan tahay maxay yar oo xanti la soo daayay ayaa waxa la kulmeysa isbeem la kulmeysa marka waa in aan u hanbaliyana in oo xanta marka oo xanti marka la soo daayo oo xanti marka la soo daayo waxaan ka soo hadalnay oo xanti la soo daayay in isbeem la kulmeen hadda markaan wiji face labaad waxaan ka hadleyna oo xanti la soo daayay waxa la kulmeysa markaan isbeem la kulmeysa isbeemkii wuu soo dhaqaaqay isbeemkii wuu soo dhaqaaqay in oo xanti waxa iska dhex dabaalanaysa ambulo of the uterine iska dabaalanaysa ample of uterine wa mashu u fertilization inta badan oo ka dhaca wa ample of the uterine marka oo xanti process ku soo dhaqaaqayo iyo in meelo ku soo marayo iyo inta ay yihiin tiradooda waxaan kaga soo hadalnay in darsigeen hore ayaan kaga soo hadalnay marka oo xanti marku soo dhaqaaqo in oo xanti marku soo dhaqaaqo oo soo baxaya meesha ay oo xanti wal soo daayay fertilization kiya dhacay wa kan meesha iska ay meeshan ay waxa ku sameynayaan fertilization ki aya dhacayo fertilization ki aya dhacayo in dollar kan yari oo isbeem ku ka galaayo ugu xanta waxa loo yaqaan brifadin space dollar kas waxa loo yaqaan wa brifadin space يعني بريفادلين سبيس و سبيس كو دخايو ان زون بلوسيدها اي او او سيت ميمبرين كو دخايو ان ماركا ان فيرتيلايزيشن كا يو ستيجز كيسا يو ولي بقاب كو دخايا ان درسيغينا هوري اي فيرتيلايزيشن كا يان كاغا سو هادلني درسيغينا هوري اي فيرتيلايزيشن كا ايان كاغا سو هادلني ان ماركا وري غانير ان حد سبرتيسا ايدين ودو ان وا او هانتين ان ماركا وري غان ان هذا سؤالين صبري واوحانتي ان مرك وحان سو غلاني وحان سو غدبي اما غدها وحان سو غلاني ان وا ان وا سبام كي واي سبام كما كو سو غلو ان وخصو سميسن او وخصو سميس مايا اما او سميسنايا ان ميل برو نيوكليس كا ان كان وا ميل برو نيوكليس كي مرك سي ان سي سيفود او فانو ان قوبا اما نمبر ايا او سميسنينا ان مرك سو غليدان اما سميسن كان او سميس مايو ان ميل برو نيوكليس كا وحان كدغينينا ان نمبر كو ايا كديغنا اما قلب كو ايا كديغنا ان ماركو سو غلا كديب ما حدعاي قلب كلب وحا كديغنا ان وحا دعاي ان زون رياكشن ايا دعاي اما كورتيكال جرانيوليس كا دبا ادان او كورتيكال جرانيوليس كا وحي كورتغيان ان او اسبام كلي اسبام او ميد كان اهينو كلي ان او سو غلا ايو كورتغايا عدان سي كلو ودهانا كورتيكال جرانيوليس كو حي كورتغيان ان بولي اسبيرميا ايا كورتغايا ان كاسنو وحا كديغنا ان قلب كلب ان قلق سيدحات وحان هنا ان سيدا هورا ايدن كوغا شيغا با ان سكند مايوتيك ديفيشن كو وخه دمهستير ماي ان مارك او فيرتيلايزيشن كو ودعه ايو دمهستيرنا او دمهستير مايا ايا ايدن كوغا دحاي ان ماركي فيرتيلايزيشن كو ودعه ان سكند مايوتيك ديفيشن كي وخه بلا ماي مارك ان او دمهستيرما ايو بلا ماي
marka isbaandal ki haddu isku dhagan yahay marka wuxuu bilaabmaya in uu dhameystirmayo second major division ki ayaa noo dhameystirmayo marka hore meeshan waxaa ku haysanay first ballot bad ayaa ku haysanay first ballot bad waxaa soo labeenayo second ballot bad ayaa soo labeenayo first ballot bad marka uu qabsanay kadib isbaandalku wuu soo baxayaa wuxuu imaanaya inta wuxuu noqonaya second ballot bad ayuu noqonaya marka wax midka noo soo hara ayaa wuxuu noo sameysa ama noo sameynaya ama noo mitilaayo female pronucleuska ayuu noo mitilaaya kan waa male pronucleuska sidoo kale kanna waxaa dhahaynaa female pronucleuski hadda meeshii waxaa noogu dhammaaday second myotic deficiency waa noo dhammaaday marka maxaa noo xiga mid waliba oo midka mid waliba oo labadan nucleus ka mid wuxuu leeyahay 23 chromosomes ayuu wataa ama haploid number ayuu leeyahay male pronucleus 23 wataa female pronucleus 23 wataa waa haploid waa marka ay fusion ay sameeyaan ayay diploid noqonayaan marka intaas kadib fusion ayay sameeyaan male pronucleuska iyo female pronucleuska marka ay fusion ay sameeyaan kadib waxa ka soo baxayo wax loo yaqaano zygote-ka zygote-ku waa haddaan ku celiyo zygote-ku waa sperm-ka ama shahabada ragga iyo ugxanta dumarka marka ay fusion ay sameeyaan waxa ka soo baxaya waxaa loo yaqaanaa zygote ayaa loo yaqaanaa marka zygote-ku meeshaan ay marayaan zygote-ku wuxuu bilaabmayaa inuu qabsamo asigoo maraya mitotic division marka qaybsankaas uu sameynayo ayaa waxaa loo yaqaanaa cleavage ayaa loo yaqaanaa qaybsankaas uu sameynayo waxaa loo yaqaanaa cleavage marka waa maxay cleavage cleavage-ku waa markay cells-ka ay badanayaan ama qaybsamayaan marka qaybsankaas ama qaybsanka ay sameynayo ayaa waxaa loo yaqaanaa cleavage ayaa loo yaqaanaa qaybsankaas ay sameynayo ayaa waxaa loo yaqaanaa cleavage ayay sameynayaan marka zygote-ku wuxuu ahaa unicellular wuxuu ahaa single cell ayuu ahaa marka si uu embryo u noqdo wuxuu u baahan yahay zygote in uu horumar uu sameeyo ama uu bato ama growth uu sameeyo ayuu u baahan yahay marka si uu u noqdo embryo-ga marka embryo-ga asalkiisa wuxuu ka imaaday annaga xitaa zygote ayaan ka imaanay embryo-gu marka asi waa multicellular waaye zygote-ka inta uu embryo noqdo wuxuu u baahan yahay in uu growth uu sameeyo ayuu u baahan yahay intaas kadib zygote-ka wuxuu bilaabayaa in uu qaybsamo ayuu bilaabayaa marka idin leeyahay zygote-ku wuu qaybsamayaa marka idin leeyahay ma ahan celliska inay mid xajmigiisa weyn ay soo saarayaan ma ahan keliya celliska wuu badanayaa mid wuxuu soo saarayo iyaga la eg oo tiro badan ayuu soo saarayaa marka kuwaasna waxaa ku magacaabeynaa waxa soo baxaya ama waxay soo saarayaan celliskaas tirada badan oo yar waxaa ku magacaabeynaa blastomeres blastomeresga waa celliska tirada badan soo saarayaan markii growth ay sameynayaan waxaa loo yaqaanaa blastomeres ayaa loo yaqaanaa intaas kadib marka uu celliska wuxuu soo saarayaa two cell stages waa celliska wuxuu bilaabaa in uu qabsamo wuxuu soo saarayaa two cell stages ayuu soo saarayaa ama laba cell stages after 24 hour kadib hoosaan ku qoreynaa ugu horeynta wuxuu soo saaray two cell stages two cell stages after 24 hour markuu fertilization ka dhacay kadib wuxuu soo saaray two cell stages after 24 hour kadib ayuu soo saaray markuu fertilization ka dhacay haddana wuxuu soo saarayaa mar kale four cell stages cellkii ayaa qaybsankii sii wadaya mujida marka hore two cell stages haddana four cell stages soo saaray 48 saacadood kadib four cell stages soo saaray hour waa soo gaabiya 48 saacadood kadib intaas kadib muxooga soo saarayaa haddani wuxuu soo saarayaa celliska wuu badanayaa ilaa iyo yani oo blastocysty uu ka samaysmaya celliska xaddiis wuu sii badanayaa marka xaddii oo yani go-an maahan ilaa uu blastocysty ka samaysmaya celliska wuu sii badanayaa marka haddana wuxuu noo sameynayaa 16 ama 16 cell stages ayuu noo sameynayaa waxay ku qaadanaysaa marka 3 maalin